السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على فصل المحاكاة. وإيه هي المحاكاة؟ هي عملية بناء نموذج يمثل سلوك منظومة فعلية، والذي غالبا ما يكون سلوكا احتماليا، واستخدام هذا النموذج في إجراء تجارب على الكمبيوتر بهدف إما تفهم سلوك المنظومة الفعلية أو التنبؤ بسلوكها أو تقييم استراتيجيات بديلة توجه سلوك المنظومة الفعلية لتحقيق هدف ما أو مجموعة من الأهداف. والمحاكاة لها مجموعة من الخصائص، وفي هناك أيضا مجموعة من النماذج: نموذج تفسيري، نموذج معياري. وهناك أهمية لأسلوب المحاكاة واضحة قدامنا. وخير مثال عليها أجهزة محاكاة قيادة الطائرات، وبرامج دراسة التصميمات بالكمبيوتر، وبرامج التشغيل المتكامل للمصانع. النماذج الاحتمالية للمحاكاة وحل المشكلات. هناخد مثال كده: تقدير مساحة شكل غير منتظم بأسلوب مونت كارلو. كيف يمكنك تقدير مساحة الشكل التالي؟ جاب لك شكل ملعب كده زي ما انت شايف قدامك، ملوش حدود، لا هو مربع ولا مستطيل هقدر اجيب مساحته، وانما شكل متعرج. الاجابه مثلا نقسم الشكل الغير منتظم ده الى عدد كبير من المربعات الصغيره المتساويه، ونحسب مساحه كل مربع، ونقدر مساحه الشكل غير منتظم بضرب عدد المربعات في مساحه كل مربع، زي ما الشكل كده قدامنا. وادي المربعات، واضرب ده في ده يطلع مساحه الشكل غير منتظم ده. يعني مثلا عدد المربعات طلع 270 مربع، وضلع طول كل مربع 2 ملي، ومساحة كل مربع 2 في 2 يعني 4 ملي متر مربع. المساحة الكلية 270 في 4 طبعا على 100 يعني 10 سم. تقدير مساحة شكل غير منتظم بأسلوب طبعا الحد الأدنى للثقة. التمرين الثاني: احسب مساحة شكل غير منتظم داخل مربع طول ضلعه 10 سنتي. أطلق في هذا المربع مليون سهم، وجد أن 108,000 سهم و917 هي التي أصابت شكل غير منتظم. الحل: تحديد نسبة إصابة شكل غير منتظم يساوي 108,915 على مليون يساوي علامة 1089. حساب حدي الثقة لنسبة الإصابة ب الحد الأعلى للثقة علامة 1089 زائد أو ناقص 3 جذر تربيعي لعلامة 1089 في 1 ناقص علامة 0.089 على مليون يساوي 1.098 طبعا علامة الأول. الحد الأدنى للثقة يساوي علامة 1.089 ناقص 3 جذر تربيعي لعلامة 1.089 في 1 ناقص 1 علامة 1089 على مليون. تحديد مساحة الشكل المنتظم الخارجي يساوي علامة 1080 مساحة المربع يساوي 10 في 10 يساوي 100. تقدير مساحة الشكل غير منتظم وحساب حدي الثقة له بدرجة 99%. حد الأعلى لمساحة الشكل غير منتظم يساوي 100 في علامة 1.098 يساوي 10.98 سنتيمتر مربع. التقدير الأرجح لمساحة شكل غير منتظم 100 في علامة 1.089 يساوي 10.89
الحد الأدنى لمساحة الشكل غير منتظم يساوي 100 في علامة 1.089 يساوي 10.80 من 100 سنتي. تمرين 3 نموذج محاكاة لمراقبة المخزون. نركز مع بعض شوية في هذا التمرين يا حضرات. في منشأة معينة تعمل بتجارة السلع بلغ سعر بيع الوحدة 25 جنيه وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون للوحدة 24 جنيه ويبلغ هامش ربح الوحدة 12% وتكلفة الطلب 5%، وتبلغ نقطة إعادة طلب 10 وحدة وكمية طلب 20 وحدة، وكان رصيد الصنف في نهاية 31/12 يساوي 17 وحدة. يتميز الطلب اليومي على المنتج بالعشوائية ويتراوح بين وحدة واحدة وستة وحدات، ويتسم سلوك فترة التوريد بالأيام بالعشوائية ولا يقل عن يوم ولا يزيد عن 6 أيام، وتصل الطلبية مبكرا قبل بدء اليوم. والمنشأة تتبع سياسة نقطة الطلب لكمية ثابتة بالمراجعة المستمرة في مراقبة المخزون. والمطلوب تقييم سياسة المنشأة في مراقبة المخزون باستخدام أسلوب المحاكاة من خلال تقدير ما يلي: التكلفة الشهرية للاحتفاظ بالمخزون، التكلفة الشهرية للطلبيات، التكلفة الشهرية لنفاذ المخزون، التكلفة الكلية للمخزون. يعني كأن أنا هجمع الاحتفاظ وتكلفة الطلب وتكلفة النفاذ هتساوي كلها التكلفة الكلية للمخزون. عندي مجموعة معادلات هي اللي تحكمني في الحل يا حضرات. رصيد آخر يساوي رصيد أول زائد إضافة ناقص المبيعات، يعني 5 تساوي 2 زائد 3 ناقص 4 اللي هي إيه؟ 5 عمود 5 يساوي عمود 2 زائد عمود 3 ناقص عمود 4. أنا هرقم العواميد دلوقتي يا جماعة في نموذج المحاكاة عشان تبقى العملية سهلة علينا. مخزون متاح آخر اليوم يساوي رصيد آخر زائد طلبية في الطريق اللي هو عمود 9 يساوي عمود 5 زائد عمود 6. عمود 4 هو ناتج رمي زهرة النرد، ده عشوائي المبيعات اليومية، ده تفترض انت من عندك من 1 ل 6، يعني زهرة النرد 6 أوجه، يبقى من 1 ل 6 بأرقام. عمود 6 هو كمية طلب حالة صدور أوامر التوريد وإلغاء استلام الطلبية. عمود 7 هو ناتج رمي زهرة النرد وهو عشوائي وفترة اللي هو تمثل فترة التوريد، ويملأ بطول فترة التوريد عند صدور أمر التوريد ويتناقص مع مرور الزمن ليصل إلى 1 ثم إلى 0. عمود 8 يملأ بتاريخ وصول أمر التوريد وظل ثابت لحين ورود الكمية. محددات السياسة: نقطة إعادة الطلب 10 وحدة حد الأدنى للطلب، كمية طلب 20 وحدة بنطلب في كل طلبية. نموذج المحاكاة، بصوا يا جماعة، قال لي رصيد آخر اللي هو في نهاية الشهر 12، لأن إحنا بنشتغل على شهر يناير كله دلوقتي كده، يعني 31/12. طبعا عندي العمود الأولاني تاريخ اليوم، العمود الثاني رصيد أول، العمود الثالث هنضيف، العمود الرابع هنبيع مبيعات، العمود الخامس رصيد آخر، العمود السادس طلبية في الطريق اللي هي مطلوبة هنشتريها، العمود السابع فترة توريد، العمود الثامن تاريخ التوريد، العمود التاسع مخزون متاح آخر اليوم، رصيد آخر 17، طبعا عمود رقم 5 ده موجود من الشهر بتاع شهر 12 اللي هو مخزون متاح آخر اليوم برضو في العمود 9 17. في 1/1 يبقى رصيد آخر في 31/12 يبقى هو رصيد أول 1/1، وجالنا مبيعات ب3، ورصيد طبعا المبيعات دي قلنا عشوائي. افترض ان احنا بعنا 3 وحدات، يبقى رصيد اخر 3 من 17 14 اللي هو في عمود 5، ولسه ما طلبناش اي طلبيات ولا فترة توريد ولا تاريخ توريد ولا حاجة، يبقى مخزون متاح اخر يوم 14. يوم 2 في الشهر ال 14 رصيد اخر دي هتبقى رصيد اول يوم 2 يبقى 14، وبعنا عشوائي افتراضي من عندك وحدتين، ممكن تخليهم 3 4 5 انت حر، 2 يبقى رصيد اخر 12، يبقى مخزون متاح اخر يوم 12، وال 12 دي هتنزل قدام خالص 3، يبقى رصيد اول 12، وهنا 5 مبيعات بعناهم 5، ورصيد اخر 7 يبقى طلبيه في الطريق 20.
اللي هي ايه بقى؟ لما عشان رصيد الحد الادنى للرصيد او الحد الادنى للطلب 10 وحدات، هنا بقت 7، يبقى لازم اطلب طلبيه جديده. واقدرها مقدارها كام؟ 20 وحده، وفتره التوريد بتاعتها المفروض 5 ايام، يبقى فتره توريدها هنا 5 ايام، يبقى هتجيني يوم 8/1، يبقى اكتب تاريخ التوريد 8/1. المفروض مخزون متاح اخر اليوم هنا نظريا، اللي هو عبارة عن 12 7 زائد 7، آسف، في عمود الخمسة، عمود 5 7 اللي هو الفعلي، زائد طلبية في الطريقة 20، يبقى 27. بس أنا وأنا بنزل قدام هنا في العمود الثاني في تاريخ التوريد اللي هو يوم 4، هنزل الـ7 الفعلي، بعت 3 منهم، يبقى فاضل 4، وال20 اللي لسه ما جتنيش يبقى 24 لو في اخر عمود، وفترة توريد 4 و8 1 هتجيني لسه. ثم اجي على تاريخ التسليم او تاريخ اليوم، يوم 5، فاضل عندي مخزون 4، بعت واحدة واحدة، فاضل 3، طلبية في الطريق 20، يبقى فترة توريد 3، يبقى 23، 20 و3 23. طيب يعني هيجيني فاضل 3 ايام في عمود 7، فاضل 3 ايام على التوريد ال 20 وحدة. طيب خلي بالك هنا، انا عندي رصيد اخر بتاع يوم 5 كان 3، هيبقى هو رصيد اول يوم 6 3. جاني مبيعات 5، للأسف للأسف هخسر او هفقد ارباح وحدتين، اللي هي بيسموها تكلفه الفرصه البديله. للاسف هنا بالنسبه لنا هنا تكلفه نفاد المخزون، يعني هخسر مبيعات وحدتين. عندي 20، فتره توريد فاضل يومين، عندي هي المفروض متوقع 20، يوم 7 ما عنديش مبيعات خالص، اسف، ما عنديش مخزون خالص. جاني مبيعات 2، يبقى هخسر برضو، هخسر مبيعات 2 اللي هي تكلفة نفاد المخزون. الطلبية في الطريق 20، فترة توريد 1 8 1 20. بس جينا يوم 8 1 وعندي رصيد أول 0، راحت جاية الطلبية 20 وحدة، ما شاء الله، بعنا ليوم ما جت واحدة واحدة، يبقى فاضل 19، يبقى 19 في العمود الأخير رقم 9 19، ونزل رصيد آخر اللي هو يبقى بتاع يوم 8، يبقى رصيد أول يوم 9 19، وبعت عشوائي زي ما بقول لك من 1 ل 6 اللي هي زهرة النرد 2، يبقى فاضل 17، وهيبقى متاح في آخر يوم برضه في آخر عمود 17، واروح منزل ال 17 اللي في العمود رقم 5 بتاع اخر، هتبقى يوم 10 رصيد اول 17، وهبيع 4 عشوائي، يبقى فاضل 13، 4 من 17 13، وال 13 هناك في اخر عمود اهي، هنا 11، يوم 11 فاضل 13، 13 يبقى بعت 6، ويبقى فاضل 7. 7 ده الحد الأدنى للمخزون تجاوزه، لأن الحد الأدنى للمخزون أو نقطة إعادة الطلب كانت 10 وحدات، لا دي بقت 7، يبقى لازم أطلب طلبية جديدة. ونفس الحكاية أطلبها في كام؟ في 6 أيام، أطلبها في خمس، طبعا 5 أيام، هنا 20، وفي 6 أيام، دي كانت 5 أيام، دي 6 أيام. طيب يبقى هتجيني يوم 27، 20 و7 فعلي عندي، يبقى 27، اسف، هتجيني يوم 17، انما الاجمالي المتاح في اخر عمود 9 27. السبعة اللي موجودة في رصيد 5، في رصيد اخر اللي هو جدول 5 يوم 11، هتبقى يوم 12 رصيد اول 7، وهبيع 5، يبقى فاضل 2، طلبية في الطريق 20، يبقى فترة التوريد 5، يبقى 17 واحد
هتجيني، يبقى فاضل 22 اللي هي 2 فعلي و20 طلبية، هتجيني لسه. يوم 13 رصيد آخر بقت 2، أيوة رصيد أول يوم 13، رصيد آخر يوم 12 بقت رصيد أول يوم 13 2، لكن أنا جاني مبيعات 3 وحدات، يبقى أنا هخسر مبيعات واحدة واحدة، والرصيد بقى صفر، وهيجيني لسه 20 وحدة، وبعد 4 أيام اللي هي يوم 17 واحد اللي هي 20 اهي في الآخر، وهفضل الكلام ده كله، هلاقي إن يوم 15 ويوم 14 رصيد أول بقى صفر، وعندي جاني يوم 15 مبيعات بستة، إنما للأسف ما بعتهمش، يبقى تكلفة النفاد أو نفاد المخزون هنا 6 وحدة ما بعتهمش. دول ال 15 يوم الأوليين، 15 يوم اللي هو بدأ من يوم 16 رصيد أول برضو صفر، ونفس الحكاية جاني مبيعات 2 خسرتهم لأني ما بعتهم ما بعتهمش مش عندي، وفترة توريد العمود 7 فاضل عليها يوم اللي هيجيني يوم 17 اللي هيجيني 20 وحدة، آدي يوم 17 جه، بس أول الرصيد أول في أول يوم 17 كان صفر، لأنه كان صفر بقاله 3 4 أيام. وجاني مبيعات 2، طبعا هنا 16 كان 20 وحدة أضفناهم، يبقى هنا خسرنا قلنا 2، لكن دي لما أضفنا 2 يوم 16، لما أضفنا آسف 20 يوم 16، المفروض هتديني يوم 17 لسه مش 16، 17، يبقى هنا بالنسبة لنا فاضل بعنا منهم 2 يبقى فاضل 18، 18 يبقى فاضل 18 في 9 في عمود 9، 18 انزلهم يوم 18 برضه هما 18 وحدة، بعنا منهم 3 15، وهكذا ادي 15. يوم 19 رصيد اول 15 بعنا 5 فاضل 10، الحد الادنى للرصيد 20، 20 يبقى لازم اطلب طلبية جديدة. وهنا بقى فترة توريد هنا هيجيني يوم 22 ومخزون متاح بقى 30 وهكذا. خلي بالك حاجتين عشوائيتين انت بتفترضهم هما مبيعات وفترة توريد، ممكن تقول فترة توريد يومين او 3 او 4 او 5 او 6 براحتك، أهم حاجة ما يزيدوش عن 6 اللي هي ظاهرة النقد، ونفس الحكاية المبيعات، ويمكن ده اللي بيخلي الحل بيبقى مختلف من طالب للتاني، مفيش حل نموذجي. أجمع بقى نتائج المحاكاة، تكلفة احتفاظ بمخزون يساوي متوسط مخزون في تكلفة احتفاظ بالوحدة في الشهر، متوسط مخزون بالوحدات مجموع الرصيد الفعلي آخر اليوم اللي هو عمود 5 ما عدا السالب على 31 يوم اللي هو شهر يناير، 269 على 31 يساوي 8.7 وحدة في الشهر، تكلفة الاحتفاظ بالوحدة في الشهر التكلفة السنوية للاحتفاظ على عدد الأشهر في السنة، يبقى 24% على 12 يساوي 2% جنيه، تكلفة احتفاظ بمخزون يساوي 8.7 في 2% يساوي 174% جنيه في الشهر. التكلفة التانية تكلفة الطلب عدد الطلبيات في تكلفة الطلبية الواحدة، عدد الطلبيات طلع عندي 4 طلبيات، طلبت 20 4 عشرينات في 5، تكلفة التربية الواحدة يساوي 20 100 جنيه في الشهر. تكلفة النفاد بقى نفاد المخزون بالوحدات اللي هي كانت كلها يا جماعة بالسالب، اللي هي المبيعات اللي بالسالب
في تكلفة نفاد الوحدة، اللي هو مجموع الرصيد السالب عمود 5، الوحدات اللي نفدت اللي هي يعني أنا خسرت مبيعاتها طلعت 20 وحدة في الشهر. لو جمعت عمود 5 هتلاقي 20 وحدة. تكلفة نفاد الوحدة أو الربح الضائع للوحدة يساوي سعر الوحدة في نسبة هامش الربح. سعر الوحدة 25% في نسبة هامش الربح 12% يساوي 3% جنيه في الشهر، يساوي 20 وحدة في 3% يساوي 600 جنيه في الشهر. تكلفة كلية المخزون، تكلفة احتساس مخزون زائد تكلفة الطلب زائد تكلفة النفاد، اجمع بقى 174 من 1000 زائد 20% زائد 60% يساوي 974 جنيه. تمرين 5 هو نفس تمرين 4، ولكن هنا لمدة أقل من المدة دي. كان عايز المحاكاة هنا ونفس التمرين الخامس هو نفس تمرين 4 بل أسهل شوية لأنه أصغر. وربنا يوفقك يا حضرات، شكرا. لمدة أسبوع.